تلقينا دعوة من وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية بصفتنا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكان من الواجب ومن الضروري أن يكون هناك تلبية لهذه الدعوة. مجموعة من الإعلاميين ومجموعة من الزملاء المسؤولين عن بعض المحطات الإعلامية كنا متواجدين، وكان أكثر من 150 مدعو من كل الدول الإسلامية والدول المعنية والدول الصديقة، من باكستان، أفغانستان، من حتى من إيران، ومن دول الخليج كاملة، دول شمال إفريقيا كاملة، السودان الشقيق. أعتقد أنه لمدة دقائق أو لمدة محدودة كان هناك حديث عن التأسيس وذكرى التأسيس والأباء المؤسسين للمملكة العربية السعودية في النسخ الثلاثة. بعد ذلك ساعات طويلة كان الحديث على المشتركات والتحديات المشتركة بين كل الدول، سواء في الإقليم أو الدول الإسلامية أو الدول العربية بشكل كبير جدا. ربما كان الحديث مفتوح، ومجموعة من المثقفين ومجموعة من الصحفيين ومجموعة من الإعلاميين، الجميع بيتحدث عن مشاكل موجودة مشتركة، تحديات موجودة مشتركة، أفاق للحلول أيضا موجودة ومشتركة، وكيف يمكن أن يكون هناك تشبيك بين كل هؤلاء لتأسيس ربما ما يسمى بالإطار الثقافي الداعم والإطار الثقافي الجامع والإطار الثقافي الذي يدور الزوايا بين هذه الدول. هذه الدول كل دولة لها خصوصية ثقافية وفكرية ومجتمعية، ربما قبلية، ربما عصبية إلى آخره. علينا أن نترك هذه المختلفات، وعلينا أن نترك هذه الأمور التي تمثل زوايا عاكسة لكثير من الخلافات، ونبدأ في العمل على المشتركات. المشتركات الموجودة كثيرة، مشتركات لغوية، مشتركات ثقافية، مشتركات دينية، مشتركات استراتيجية. المشتركات والتحديات التي تجابه هذه المنطقة ربما بتستدعي وجود ساتر ثقافي أو ستار ثقافي أو مجموعة من المثقفين الذين يتناوبون على حلحلة هذه المشكلات للوصول إلى صيغة مشتركة ومقبولة بين الجميع.